مرحبا تعي. اهلا سهيل، لك شو جابك هلا؟ جاي اشتغل. شو هالحكي؟ شو خلص شهر العسل؟ لك ما خلص شهر عتل، انو عتل يا رجل، انو عتل. انا ادمان على عدد شعر راسي، اني اتجوزت. لك طول بالك، شو عم تعذبك؟ افتكار ما افتكار، تسلم لي عينا، افتكار ما له علاقه بالمره. هادي مرت عمي وفارس. فارس فارس شو هادي يا رجل؟ شو هالفارس هاد؟ العمى اقل كلمه عنده بدي بلبس عيونك التنتين. مو رجال هاد، مو بني ادم، رح يموتني. العمى كاني عايش بمفرزه. حط له حد انت شباب. حد انا بدي احط له لفارس حد؟ احكي مثل العالم والخلقية تعيد. انا واحد مثلي بدي احط لفارس حد؟ ايه هاد هو بيحط للعالم حدود، منين بدي احط له حد؟ طيب طول بالك، بشو عم تفكر هلا؟ ما بعرف يا تعيد، محتار، بس بيني وبينك عم فكر انه ضروري، صار ضروري جدا اني اشتري بيت. لانه انا اذا ما استقليت واشتريت بيت، اكيد اكيد ما رح تتبلور شخصيتي، بدي ضلني خرطي. ايه معناتها بحياتها ما رح تتبلور شخصيتك، موظف بدك تشتري بيت. المشكله يا سعيد انه نحن هون مبتلين بدائره ما فيها شيء ينسرق، لا فيها برطين، لا فيها رشوه، لا فيها حتى مراجعين، ما في اقل ولا أسوأ من حظنا. ليش لو في عنا بالدائره رشوه بترتشي؟ ايه سيدي برتشي. ليش انا احسن من كل هدول العالم اللي عم يرتشوا ببقيه الدوائر؟ لا يا سهيل، لا تخلي مصاعب الحياه تهز بقايا ضميرك. ليش اللي عم يرتشوا بلا ضمير؟ لا سيدي ما عندهم ضمير. لا سيدي عندهم ضمير بس ما عندهم، عندهم ضمير بس ما عندهم مخرج. هدول الناس ما في قدامهم غير ثلاث حلول، يا اما يسرقوا، يا اما يتبرطلوا، يا اما يشحدوا. احسن حل قدامهم هو البرطيل، البرطيل وبس. لا الكلام مو صحيح، بيشتغلوا اضافي. هذا مو حل يا سعيد، معلش لا تزعل مني، هذا مو حل. انا اذا بشتغل 8 ساعات قبل الظهر و8 ساعات بعد الظهر، انا فقدت انسانيتي، انا تحولت لعبد. هذا مو حل، انا حقي ارتاح 8 ساعات بالام، 8 ساعات بالام اليوم. اخي هون بالدائره لا عندنا رشوه ولا عندنا سرقه، لانه ما حدا بحاجتنا، لذلك ما في قدامك غير الحل الثالث. الشحاده؟ ايه الشحاده. او السفر. لوين بدك تسافر؟ خلص بدي اعمل هجره نهائيه. هجرة نهائية لوين؟ على شي دولة أجنبية. وشو بدك تعمل هني؟ هن بدهم يخلصوا من اللي عندهم. لك سيدي بساوي هنيك اللي بدي اياه، بسرق منها، بساوي اللي بدي اياه، ما حدا بيشوفني اصلا، ما حدا بيعرفني هنيك. هلا هنيك اذا سرقت ونهبت وكمشوك ما بيحبسوك؟ بيحبسوني بس بيضل الحبس تبعهم هنيك ارحم من عيشتنا هون، الحبس هنيك عندهم حبيبي. خمس نجوم، انت ما بتشوف المحابيس عندهم هنيك شلون مدللين ومرفهين لما بيطلعوهم بالتلفزيون؟ مزبوط والله. شو يا عم يعطوا اقامه؟ لك ما عم يعطوا شيء، بس انا لهونيك بطلع سياحه وبعدين بعصى اثوه بغيري مثلي مثل العالم. طيب اذا عصيتوا كمشوك ما بيرجعوك؟ هن بيرجعوني، بس انا شو بساوي؟ بحرق وثائقي او باكلها، ساعتها منين بدهم يعرفوا بلد المنشا تبعي؟ لك حاسبها منيح لك يا سعيد. يا سعيد اسمع، لهلا في تقديم طلبات؟ هلا دائما في تقديم طلبات. سهيل معناتها بدي اقدم انا وياك. ايه ليش لا؟ بدك تحسب حسابها، الشغله بدها 40 دولار. 40 دولار؟ طيب اذا ما وافقونا على الطلب بيرجعونا اياهم؟ ما بيرجعوا لك اياهم، لا، ال 40 دولار بيروحوا عليك. يلا سيدي، راح علي بزمانه 40,000، وقفت على 40 دولار. البس عيونك. وين تعرك عروسك وجاي ولا؟ انعمت عيونها من البكي، فكرتك هربت. حط له حد. يا اخي انا جيت على الشغل، انا وراي شغل. انت مو اخذ اجازه؟ قوم قدامي لشوف. لا دور لك يا اخي، انا عندي شغل، صدقني عندي هون شغل. أنا لا تخليني فشخلي فيك، بعد وينك؟ انا مو فاضي كل شوي تتصل فيني خالتي مشان اجي واحكي معك، بعدين انا رضيت جوزك افتكار مشان ارتاح منك. فش قدامي لشوف عشان بلبس عيونك. ها حاضر سيدي. خلطي. يلا يلا. مين؟ أنا الحقيني يا ست جمانة الحقيني. خير؟ شوفي فواز خدموه للدكان بالشمع الأحمر وأخدوه على السجن. يه ليش؟ شو عمل؟ رفع تسعيره. اي ضروري يرفع التسعيره، يبيع السعر هو كمان، ما بيعرف انه التموين مثل النمل بالبلد. هو ما رفع تسعيره، التهمه هيك. شلون تهمه هيك؟ يعني عم يفتروا عليه؟ لا، حق الكيلو 14 ليره، ما كان معه فراطه يرجع، عم اخذ 15. معقول من شان هيك؟ مثل ما عم قلك. طيب هلا بروح بخبر سعيد. لك انت شو دخلك؟ لك شو جابك لعندي؟ قل لي انت مين وصلتك علي؟ لا حدا مسلطني عليك ولا طالع لك باليا نصيب، بس هذا الدكان انا ضمنانه والرجال بيشتغل عندي. لا طا
طالما انت ضمنانة توفقنا. اللي قديش صار لك ضمنانة؟ اول يوم بيشتغل اليوم واخر يوم. ماشي احبسني لي محله. لا شو انا اخده رهينة حتى بدله فيك؟ المحضر محرر باسمه. هلا معقولة مشان ليرة تحطوا واحد شهر بالحبس؟ مشان فرنك بحبسه. قديش بدك اياه يزيد لحتى عاقبه؟ 100,000 كلياته كيلو خيار. هو ما عم يزيد بس ما كان معه فراطة. ينضرب على قلبه، يصرف يصرف، ينضرب على قلبه، لا يبيع، مو ياخد ليرة زيادة. هلا انا ما بحب دس على حدا بس بدي احكي، الدكان اللي جنبنا عم يزيد على كل غرض 5 وراق وما حدا عم يحكي معه. اصلا البلد كلياته بالدكان اللي جنبه. كنت اسألني قبل ما تفتح دكانتك. ليه؟ لانه هي الدكانة اللي انت فاتحها ما في واحد فتحها الا تاني يوم راح بأشياء اذا مو بنفس اليوم. ليش منحوسة؟ لا جاكن اللي جنبكن بيبعت لهم التموين، متفق هو وياهم. والتموين شلون بيوافقوا معه؟ انت امتى اجيت من فرنسا؟ فرنسا؟ انا ما كنت بفرنسا. ليه عم تسأل؟ عم بسأل لانك عم تحاكيني كأنك عايش بفرنسا. شو ما بتعرف شلون بيتطبق التموين هو؟ اخي من هون نعرف شلون بيتطبق التموين. فهمني الرجال اللي جوا شو بدنا نساوي فيه؟ بده يضل عندي جوا شهر. ما انا فاتح لك اوتيل الك ولملحقاتك. قلت لك منحوس ما صدقت. لا تقول لي انه انقدر موظف ضدك شخصيا وعم يقبض راتب. لك شو منحوس ما منحوس؟ اذا المساعد شخصيا قال لي مين ما استثمر الدكان ثاني يوم عم ينحبس. يعني بدك تفهمني انه هي الدكانه منحوسه؟ لك مو منحوسه، في مؤامره منظمه ضد اي حدا عم يضمن الدكان. بصراحة وبالمشرمحي موظفين التأمين عم يقبضوا من جارنا. شو بدك يعمل لك منصور يعني؟ شق حلو شق. اخرسي انت انا بحكي. ايه ما عم تحكي. اخرسي انت ما بدي احكي انا بحكي. اذا ما قلت له ما بيفهم. فهمه. لك شو الموضوع؟ شو بده يفهمني؟ شو القصة؟ اخي سعيد بصراحة يعني انا خجلان منك بس بدنا ندير بالنا على حالنا. وديروا بالكم على حالكم، انا شو عم اعمل؟ لك ما عم تعمل شيء بس بكره الايام جاية وبده يجيني اولاد، لازم اقيم قرشين تحسبات. شو قصدك ولاني انا عم شلحق مصاري؟ لك لا مو هيك قصدي، بس قصدي انه كل ما بشاركك بنخسر سوا بنطلع بصمه. بفي عليك، لك بفي عليك، مفكرك اخ وعم بفتح لك قلبي، تاري عم تكمل بقلبك مشان تبقى الحكي هلا، بفي عليك يا واطي. ليش يا واطي؟ شغلي ما بدها خجل. لك انت خرسي تعال عليك تعال، تعي الجيران دخلي فيني وين اخذ نوف عمالي المرأة، سنتري. جول، شفت على الجول؟ اخي لا تواخذني. يعني بس انت بتعرف صار علي دين كتير، صار علي دين شي 75,000 ليرة. ان شاء الله يكون عليك 75,000 مليون. انا شو دخلني؟ شلون شو دخلك؟ المصاري عم جيب لك ياهم يا ترى. شلون شلون دين عم جيب لك ياهم؟ انا كنت مفكرك انك مصمدهم. ليه ما حكيت؟ ضروري احكي. مين بدي صمد يعني؟ انا موظف مثلي مثلك كلي كنك، مين بدي جيب؟ ضروري ارتشي. خلاص اسبوع زمان برجع لك ياهم، لا تخاف. شو مشتهي سنترك اخي؟ انا ما بدي اياك ترجع لي ياهم، بدي اياهم يوقفوا على 75 وبس، وتنساني بس سنة زمان. لك انا بحلوا للموضوع. انو موضوع؟ لك موضوع الدنا. طول بالك سعيد. ما بدي طول بالي. كله بسبب شيء. شو ما انا ما حدا يقطعني هاتلك. لك شو بتسعي؟ فوت لجوا انت، فوت لجوا. وانت كمان فوتي لجوا. يا سعيد طول بالك. ما بدي طول بالي، ما راح ارجع على البيت ليصير معي مليون ليره. وين ما رحت عم بتبدل وانهان. انا مالي رجع، بدي روح دور على الدهر. لا ترد انت كمان، مو كل ما واحد حكى معك كلمه تتعقد. شلون ما اتعقد؟ شو فكرتيني بلا احساس انا؟ ولا ما عندي وجدان ولا ما عندي مشاعر؟ انا سمين بس حساس يا جمانة حساس. معهم حق، انا لازم اقدر اعيش حالي انا. 70% من البشر عايشين على الراتب مثل حكايتك، احتمال انت احسن من غيرك شبعان الخبز. في عالم يا حرام عايشين على الزباله. شو قلتي؟ على الزباله؟ ايه على الزباله. لك شلون ما فكرت بهالشغله انا؟ شو قصدك؟ بتعرفي لك شو مانا منيحه شغله الزباله؟ وين كانت رايحه عن بالي انا؟ لا فيها مخالفات تموين، لا بدها راس مال، لا في حدا بيقول لك نهبتني وسرقتني، لا بدك تبطلي دوريه على الطالعه والنازله، منيحه الشغله؟ سعيد اوعى تكون. المهم ما احتاج حدا انا. لك بدك تفضحنا انت؟ هيا اخرتي جوزي على الزباله. شلون جوزك على الزباله؟ لك لا بلبس شماغ، ما حدا بيعرفني انا. وعلك كمان ما بقول بتعرف عليك. شو حاطه مع الرز بحليب؟ حليب وسكر وما زهر، شو بدي احط يعني؟ تاني مرة حط شي مشان يصير الأكل بتاكل. كل هالقد طبخي مو عاجبك؟ لك لا مو هيك قصدي، بس أنا ما بنبسط بالأكل إذا ما زخني العرق من الفليفلي.
فلافله مع رز بحليب؟ ايه شو المانع اذا الواحد بحبها؟ ايه بتنحط مع كل شيء بس مو رز بحليب. ومين اللي قرر هالقرار؟ وزارة الداخلية ولا وزارة التموين؟ لا بس عمري ما شفت حدا بحط فلافلة مع رز بحليب. ولي ليش شفتي حدا قبلي انتي؟ لا ما شفت بس عمري ما سمعت كمان انه بيحطوا فلافلة مع رز بحليب. قومي جيبي فلافلة حدي بدل ما تناقشي. يلا افتحي الباب بطريقك، حطي الإشارة. يلا يلا. مرحبا خالتي. أهلين أهلين سمير. مرحبا يا بي. شو أخذت رجلك كأنه ما بيغيب ديلك حتى يطر رأسك؟ وين بدك كان يروح لكام؟ مو أنت أبي؟ إذا أبوك بتركب على ظهري يعني؟ ما صار لك جمعة جاي، إن شاء الله كل يوم بدك تجي. بدي أتجوز، لإمتى بدي ضل استنى؟ سعاد فوتي لجوا، شو واقفة عم تعملي؟ جيب له رز بحليب لسمير ابن عمي؟ ما بيحب الرز بحليب، فوتي لجوا. إيه أبي؟ طمني، شو صار معك؟ أنا مالي نسيانة، بس عمك ما صار له كم يوم متجوز. أنت بتعرف ما بدنا نفوت على الخط شهر العسل. مين عمي؟ جوز حماتك. وشو دخله جوز حماتي؟ لك شو دخله؟ هلا بدنا نطلب البرد من حرمه وفي رجال موجود. أبي لا جنني، لا جنني. بدي موعد محدد أفضل قاعد عندك هون بالبيت. شو تقعد تعمل عندي هون؟ شو أنا فاتح أوتيل؟ هيك يا ابنك كد لك عيشتك يا بدك تحلل لي موضوعي. يوم الأربعاء بلايمك؟ الأربعاء منيح. يوم الأربعاء أنا عازم عمك ومرت عمك على الغداء. حضرتك بتيجي بعد الغداء ومنحل الموضوع. بيجي على الغداء. لك أنت ما بتفهم؟ بتيجي بعد الغداء مشان ما يفكروك جاي مشان الأكل. عمك حيوان عقله ترس ببطل يعطيك إياها. يلا بوشك على الباب. خلاص انتهت المقابلة. اللهم اجعله خير. هيرن سعيد أكيد تيجي مصيبة جديدة. لك جاي جاي. أهلين سعيد. حيو سعود. أهلين أبو سعود. يا سعود اللي لك ولا للديب؟ طريزينة ما في. لك شو عرفك انه انا بدي الطريزينة؟ من زمان لحيني بدك يا بدك تاخذ لولاد سيران بعرف. هو بصراحة بدي اياها بس مو مشان اخذ لولاد سيران. لك مشان شو؟ مشان الشغل. شغل شو؟ هلا عم اقول لك شغل ضروري تعرف شو هو الشغل. ايه ضروري اعرف. بركة حضرتك بدك تشتغل لي فيها بالتهريب ودهامتك شي دورية مكافحة تترك الطريزينة وتهرب. مين بيتبهدل؟ انا. لا اطمن مو تهريب. لك عم بشو؟ بصراحة بدي جرب حظي بالخضرة. خضرة ايش؟ عم فكر اخذ طريزينة عبيها خضرة ودور فيها بالحارات البعيدة بلكي بتسبق. ليش انت معك مصاري تشتري خضرة؟ ما هو مشان هيك انا جاي يعني مو مشان طريزينة وبس. مصاري ما معي. من هون لو ما في السطل اللي باليوك خلاص. واذا كركت عليك قد ما تكرك خلاص القصة فرطت معناها. هلا ما في غير الخضرة انت الثاني، في مليون مشروع غير الخضرة وما بده راس مال. مثل شو؟ خد هالسنين وحط لك كيسين جنفيس ورا منك، ما بيطلع الصبح الا وانت معبيه. شو بدي عبيه؟ قلمينه ونحاس وشحيط عبيه وشغلات من النوع. منين بدي عبيه؟ الحاويات معبيه البلد، نقي لك حارة اكابر واغزي. سرور؟ بدك ياني اشتغل بزبالة انا؟ لك مو زبالة، فائض. هلا مو في ناس عنده شغلات زايدة بكبوها، في ناس ثانيين هي الشغلات بعازتها، برجوا بياخذوها. نوع من انواع الاحسان بس بدون منيه. فيه عليك فيه عليك. شو مفكرني انا بتنازل لهذا المستوى؟ انا بموت بالجوع وما بشتغل بهالشغله. لك شبك انا ابن النايحه انا. طيب اشتغل بالخضره. قلنا لك اعطينا طريزينا وفوت شريك براس المال. ما رضيت. بلا راس مال. شلون بلا راس مال يعني؟ خد البسكليت وبوشك على سوق الهال تحميل وتنزيل. هلا اذا بدي اشتغل بالعتاله شو بدي بالبسكليت انا؟ مشان ما تدفع اجر التكاسي لانه بالليل ما في سرافيس. طيب وبلكي حدا شافني بسوق الخضره؟ لف هالشماخ على وشك ما حدا بيعرفك. اذا زدت لك سيارتين بطيخ بتطلع لك 500 ليره بالليل. شو بها كخه؟ قولتك قولتك. يلا يسلموا سلام. يلا. ديك والله خدا شو مخلفونا سيار وانا؟ شرب قهوتك هلا بتبرد. عففت بذر دموان الشمس بعدين
شربت. لسه في شفة كملها. قهوة مرت عمك حتى طحنها بينشرب. تقبش قلبي يا ابو شوكات. بدك الكل يقدروا مثل حكايتك. شباب هالايام ناكرين الجميل. امي شو عمل سهيل لحتى تحكي هيك؟ شو عمل سهيل لحتى احكي هيك؟ لك جوزنا وعملنا له عريس وسكناه عنا ولسه قالب خلقته، هذا بدل ما يقول كلمة شكرا. لا ما بيصير هيك، ما معك حق بنوب. عن اذنكم. انا صار لازم امشي. لا ابو شوكات خليك سهران، عنا لسه السهرة بأولها. هو لأنه السهرة بأولها لازم امشي. هلا بلش شغله ابو شوكات. ابو شوكات مسموح للنسوان يسهروا عنكم؟ ايه طبعا، اصلا لولا النسوان نحن ما كان عندنا شغل. ايه بس هاي السهرات مو قلنا. حضرتك بتشرفي بتعدي جوا بتتفرجي على الكل، ما حدا بيتفرج عليكي من مكتبي. يلا تصبحوا على خير. مع السلامة. مع السلامة. يا مع السلامة. شرفت. لا تعيد اعيدها. شو رأيك خالتي؟ بشو؟ بالرجال. ايه عليك على السؤال. سؤال عادي، ارتحتي له؟ هو ارتاح لي. هو مرتاح لك. ايه اذا هو ارتاح لي بكون انا ارتحت له. يعني نعطيه ضوء اخضر؟ مشان ايش الضوء الاخضر؟ مشان يجي فاتحك بالموضوع. يا عليك عم تضوي كمان. يعني ايه ولا لا؟ ايه ضوي اخضر ضوي. شو جاي تعمل معي تحقيق؟ مبينه. وين راحوا العرسان؟ ما بعرف. لك يا سهيل؟ يا سهيل؟ شو في؟ وين رحتوا مثل كانه ما في حدا؟ شو مو معبريننا؟ لا معبرينكم نحن، بس يا اخي اف بدنا ننام. طالما في ناس قاعده ما بصير تفوتوا تناموا. مزبوط خالتي؟ ايه طبعا مزبوط، لانه اللي ما بيحترم الناس الناس ما بتحترمه. لك شفي شفي وهي قاعده. تاني مره لما بتقعد بتقعد من قلبك. يا اخي انا قاعد من قلبي، قاعد من منظومة قلبي. شو انت بقلبي؟ ايه كذاب. زودت سيد فارس ها؟ زودت كثير، لسه على الطالعة والنافذة والفايدة والطالعة، بتحكوني معنا الرجال؟ ايه قلب على نصه، لسه ما صلنا كم يوم متجوزين، بعدين انا لحالي اللي اتجوزته، مو كلياتكم اتجوزتوا، سويتولي اياه ممسحة بالاراضي، دخنتوها كثير، وانت ولا؟ قوم وراي لشو؟ قوم وراي. سهيل سعيد، انت بعقلك ولا مو بعقلك؟ انا ما صدقت امتى اقنعتك ما تشتغل بالزبالة. معقول تشتغل هاي الشغلة؟ يا جمانة القلة بتحمل الأغا سلة. بعدين هاي الشغلة لا في احد يتأمر عليكي ولا بدها راس مال، واذا ما ربحنا ما بنخسر. بنخسر احترام الناس قليلة هاي؟ سميلي واحد بالعالم كله بيحترمني لبطل اشتغل هالشغلة. انا بحترمك ولادك بيحترموك، ما بكفي؟ انت بتحترميني لاني ابو ولادك وجوزك، مو لاني سعيد النايح الاندبوري اللي ما في بجيبته متليك واحد. ولادك بكره بس يكبروا رح يبطلوا يحترموني كمان، لاني ما قدرت امن لهم حياه مثل العالم والناس. طيب يا سعيد اشتري خضره وبيع بدل العتاله. الك الاقتراح بيفلج انت. ليصير معي مصاري ان شاء الله بصير بشتري وبيع وبتاجر كمان. انت ليش عم تعمل؟ منشان تعذبنا يعني؟ في مليون شغله غير هالشغله، دور. بدي اثبت لمنصور وكل العيله اني بقدر اعتمد على نفسي. ليش مو تاري لك الكل مو طايقين يشوفوني وما عم يقولوا لي اياها بوشي دج؟ وشو بدك تقول للولاد اذا سالوك؟ الك عين تطلع فيهم؟ لا ما بدي الولاد يعرفوا، ما بدي حدا بالدنيا كلها يعرف، مشان هيك رح لف راسي انا. طيب سعيد دير بالك على حالك، لا تقل حملك، صار لك زمان ما اشتغلت، ليقوم يصير معك ديسك او شي شغله ثانيه. يلا عندي ثلاث اولاد بكفوني، بعدين فيك تعتبريها رياضه، ما عندي وقت العب تنس انا. حبيبتي لما شو حبيبي وليه
سعيد بهي الطريقات؟ مو انت قلت لي قولي هيك؟ انا قلت لك قولي هيك؟ انت؟ لك انت من حدك ناطق رسمي باسمي حتى تحكي هيك؟ يزعل، مو احسن ما تضل انت زعلان وساكت؟ قومي حتى عشا. تعشينا. امتى؟ من ساعة. لك خربت قلبك، نسيتيني من كتر مفصولة بايخة. هلا انت بتاكل لما بتجوع ولما بتنسى؟ انا باكل لما بجوع، ولما بنسى، ولما بضربك كفزي. شاطر شاطر شاطر. ما في شيء، بس البسكليت وقعت. شو صار يعني؟ بسكليتة يا بي؟ البسكليتة شو شايفة لك هاد؟ بابا شو عم تساوي بالبسكليتة؟ بابا الدكتور واصف لي العب رياضة قبل ما انا جبت البسكليت والبسكليت وطلعت اعمل رياضة يعني مشان يخف ال خلص شو قصة فوتوا ناموا. ابي ما لقيت احسن هالبسكليتة. لك ايدك عنا فوتوا ناموا بقى. طمني سعيد، طمني هلا شو صار معك؟ ما كبست نفسي على الشغل يا جمانة، حسيتها تقيلة. سعيد النايحة يشتغل عتال، مو حلوة مشان اسم العيلة تبعنا. ايه قلت لك من الأول ما كنت تقبل. بتعرفي أنا كنت زعلان من منصور والموضوع كان يعني هيك ردة فعل، هو بيعرفني حماسي أكثر من اللزوم استفزني. اشتغلت شيء؟ منين بدي اشتغل؟ لسه ما فت على السوق. لقيت لك جواد ناتع سحالة بندورة على كتفه وميت البندورة عم تزرزب على ظهره. فرطت بالضحك. مين جواد؟ موظف عنا بالمالية. وشلون عرفته؟ ملافف وشه مثلك؟ لك لا، جواد أشجع مني، كان حاسر الرأس. بالظاهر الرجال متكيف مع الموضوع، عم يشتغل عينك كنت عينك. شو عم تسوي يا ولد؟ تخلفتك هي. صباح الخير استاذ سعيد. اهلين جواد. لحالك؟ لا معي شي 800 واحد بالغرفه. سهيل وافتكار لساتهم اجازه. الله يخليك استاذ سعيد، مشان شغله امبارح لا تجيب سيره لحدا. شغله ايش؟ انا عرفتك من صوتك. عن شو انت عم تحكي؟ ما فهمت انا. امبارح لما شفتني بالليل بال اكيد انت متقل بالعشاء ونايم طب وشايف لك منام ومصدقه. عمي انو بالليل وانو مبارية، شو بدي شوفك انا؟ وانا هاي جيتي من حمص؟ هاي وصلتي من كراج العباسي؟ شو هالحكي استاذ؟ معناتها صوته بيشبه صوتك. صوت مين؟ واحد معه بسكليتي. اصلا انا ما بعرف سوق بسكليت. هو ما كان سيئة، كان ممشيها جنبه. انا ما عندي بسكليتي اصلا. على كل الاحوال اذا كنت انت ها، اذا يعني لا تجيب سيري لحدا. جواد حل عني بقى، عم قلك مو انا، انا اسمي سعيد النايحة وبيت النايحة ما بيشتغلوا هالشغلة. يعني يا استاذ سعيد انا لولا الحاجة والله ما كنت اشتغلت. ما عم تفهم؟ عم قلك حل عني يا اخي، انا ما شفتك، اللي شافك واحد ثاني. حل عني بقى. شو هالحالة؟ بس يكون بعلمك يا استاذ سعيد، يعني اذا حبيت تحكي لحدا يا ريت تقول اني ما كنت لحالي، عصام كان معي، أنا وياه شراكة، بس أنت ما شفته. ما راح تشوف. ويكون بعلمك كمان، هداك يعني اللي شافنا، إذا حب يحكي يا ريت يقول ما كنت لحالي، يا ريت يقول كان عصام معي، لأنه هو اللي دلني على هالطريق. شبك حبيبي؟ بشو صافي؟ بشو صافي؟ صافي لمستقبلي، هذا إذا أسألني مستقبل. أنا حاسس حالي من وقت اللي تجوزت قضيت على مستقبلي.
يا عيب الشوم عليك يا سهيل، شو قصدك؟ قصدك انه انا اللي قضيت لك على مستقبلك؟ لا عليك. لا 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 يا افتكار، مو هيك قصدي، لا تزيدي الطين بلة انت كمان وتزيدي على قلبي، انا قصدي انه امك وابن خالتك، ابن خالتك فارس، هن اللي عم يقضوا على مستقبلي، همشوا لي شخصيتي، مسحوا فيني الارض مسح، انا بحياتي كلها ما حسيت حالي مهمش مثل ما حاطط حالي هلا. انت الحق عليك، انت الحق عليك، لازم تدافع عن نفسك، ما تخليهم يتمادوا معك. حبيبي سهيل، انا ما بقدر دائما دافع عنك مشان ما يقولوا انه انا صاحبة القرار، مو انت، انا بدياك تكون انت صاحب القرار. بالله شو هالتخبيص هاد اللي عم تخبطيه يا افتكار؟ شو انت نسيتي مين بيكون ابن خالتك؟ نسيتي مين هو؟ نسيتي شو بيطلع بايده؟ خليه يعمل اللي بده اياه، المهم انت ما تتراجع عن موقفك، خليك رجال. ما في شيء اسمه رجال تحت ايده، تحت ايده اكبر رجال بيصير مثل الاخ، مثل القط المنتوف، لأنه ابن خالتك فارس عنده خبرة عالية بالقف. كل هالقد بتخاف منه؟ مو بس أنا بخاف منه، الناس كلها بتخاف منه، لأنه هو أصلاً راس ماله الخوف، لولا الخوف هو حقه فرنجين، ما حدا أصلاً بيحطه بحسابه. يعني شو؟ بدك تضل ساكت؟ لا، صدقيني ما رح ضل ساكت، وبدي أتصرف. شو بدك تعمل يعني؟ بدي سافر. لوين؟ لبرا. معناته بسافر معك؟ لا انا خلص بسافر، انا قبلك وبعدين بسحبك، ما بقى عندي بعدين. هلا انت شو بتفرق معك اذا سافرت دغري معك؟ لك روحي، انا اول شيء بدي اعيش بالاسم، بدي اعيش بالاسم بالشارع، شو باخذك بتعيشي معي بالشارع؟ معناته بلا ما تسافر بالمره، هون على القليله عندك بيت يا سهيل. لا دخيلك، لا لا ما بدي، العيشه برا بالشارع ارحم من العيشه اسم ببيوت، اسم ببيوت هون. بعدين هذا بيتك انت مو بيتي انا. يا عيب الشوم عليك، بيتي بيتك، بلا حكي طالع نازل سهيل. انت اللي بلا حكي طالع نازل، هذا لا بيتي ولا بيتك، اصلا هذا البيت بيت امك. بيت امي بيتي؟ لا يا ستي، بيت امك بيتك، بس مو بيت جوزك. بعدين حاجة تلمعي الصباط، عمر الصباط ما كان يساوي اللي لابسه بني ادم. حبيبي انت بني ادم حتى لو كنت حافي. انا مالي بني ادم، طالما ما معي مصاري انا مالي بني ادم، انا بدي سافر لبرا مشان جيب مصاري وصير بني ادم. حبيبي هاش حكي بقى بهذا الموضوع، ما صدقنا انت تجوزنا، طلعت لي هلا بشغلة السفر. ابو شوكات نصاب حقه نص فرنك مصدي، لذلك ابن خالتك فارس بحبه وبيعزه وبيحترمه، انا لاني كادح عصامي كونت نفسي بنفسي، ما بيحبني فارس ما بيطيقني. خلصنا خلصنا بقى من فارس ومن سيرة فارس، شو علقت على هالسيرة؟ هو اللي علق علي، هو اللي علق علي وبطل يفك، الله وكيلك مثل فرام الابي اف تبع الاوكتافيا. صحتين وهنا. صحة وهنا ابي. على قلبك يا حبيبتي. يا بشبكي اكلتي ورنختي؟ حشيتي بطنك كبة وقعدتي؟ قومي سعدية قومي. تكرم عينك على راسي. يلا. شو يا؟ كأنها مثل الخاتم بإيدها. أنا هيك، المرأة يا أما مثل الخاتم يا أما للكب أحسن. معناها مبسوطين لحتى عم تسمع كلامك. هي مبسوطة بس أنا لا، هي عم تسمع كلمتي لحتى ما تترك لي حجة ازعل منها مشان ما طلقها، لأنه هي مستقلة. وليش بقى حتى تطلقها؟ صح لك هريسة، لا تقول ناشفة. لك أنا هريسة يا رجل، أنا قلت بتجوز واحدة أصغر من هيك 10-20 سنة، لك مو من جيلي. واحدة أصغر منك على شو بدها تاخدك؟ على مالك ولا على جمالك؟ لك المصاري مو كل شيء، والجمال مو شرط بالرجال، الرجال مقبول كيف ما كان شكله. لك هاي بنتي شلون قبلت فيك؟ على جمالي ورجولتي. افتحي الباب يا سعاد. يلا يلا. مرحبا خالتي. اهلين تفضلوا. شو جايين تعملوا هون؟ شو لكم معي؟ جايين نخطب لاخونا، شو ما بيطلع لنا؟ انا اللي قلت لهم اجوا معي. لما تصير الخطبه ابقوا تعوا، اليوم بدنا نحكي حكي بس. ما نعطل عليك اذا كنا موجودين. لك بعد اللي عملتوه معي انا ما بستقبلكم ببيتي. يلا لك يا ام زهير، يا ام زهير سامحهم كرمال خاطري. انت كثير غلبه، لا تتدخل بيني وبين اولادي، انا بعرف شلون اتصرف معهم، ما قدرت تربيهم هن صغار بربيهم هن كبار. يلا شو فوتي جوا وانتو خلاص انتهت المقابله.
خلص زوير روح انت واخوك انا بلحقكم. اذا بتضل هون لا بتفرجيني وشك. بدك تحدد يا رحنا يا هنن. لا انت ولا هو، انا بدي البنت. امشي امشي، هي خسرنا واحد تاني من بيت النايحة. شرف شرف. الله يخلي لنا اياك يا ابي، الله يطولنا بعمرك. ليش هيك عملت يا ابو زهير؟ ليش هيك كسرت بخاطره؟ لك ولادك هدول فلزت اكبادك يا محاسن الصدف. خالتي تغريد هون، الله يخلي لنا اياكي. شو تغريد خانوم؟ انا بوجود ابو سعاد ما لي حكي، هو بيقول ايه وهو بيقول لا. شو عمي ابو سعاد؟ لك انت ليش هيك بصمتك محروقه؟ عود لنحكي بالاول، ما بدنا نعرف وين بدنا نزت بنتنا. لا تعمل لي بنتك وما بنتك، ما صار لك 10 ايام تعرفون. شرعا انا ولي امرها، ان شاء الله اكون امبارح تعرفت عليها. وهلا شو المطلوب؟ انا بدي مقدم 100,000 لايدي. طبعا لانه مو بنتك عم تكبها كب العمى بعيونك العمى. البنت بتسوى فوق ال 500,000، اذا بدك تراعي فيها او بدك تبيعها برسمالها بتطلب منه 400,000. وانت كمان يا بي الحق حق، اذا كنت ابني مو معناها صف معك. بدي احرق الاخضر واليابس من تحتكم. لحظه شوي لحظه، مالك حكي معي يا غشيم؟ فهمني انا من شارك. هلا مشاني مشاني بدك تخليه يسرقني عينك كنت عينا؟ اي نعم، انا دفشته يعلي السعر مشان انت تبطل، ما بدي اياك تناسبون. هذا عمك غليظ وثقيل دم، بكره بركب على ظهرك. لا عمي ولا لي علاقه فيه، اصلا بكره بس بدي اتجوز، ما بدي اشوف خلقته. بعدين هذا عمك مو عمي، عم الدبب. يلا يلا قلت لحالي بتجوا ما جيتوا، اجيت انا. اهلا وسهلا. خير؟ زيارة ولا في شيء؟ طبعا في شيء، هلا وقت زيارات. شو بك يا وفاء، شايفتك معصبة هالمرة؟ طبعا معصبة، رميتولي جوزي بالمستشفى أول مرة ونسيتونا، ثاني مرة حطيتوه بالحبس ونسيتونا، شو قصتكم أنتو؟ وفاء دخيلك ما تواخذينا، نحن الوضع حاكمنا يعني. الوضع حاكمكم؟ ليش الوضع ما حاكم حدا غيركم؟ نحن كمان الوضع حاكمنا، شو بكم أنتو؟ لا خير خير، ليش صوتكم طالعة؟ شو في خير؟ اهلا اهلا اهلين اختي وفاء، امي بابا على غرفتك الله يرضى عليكي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيكي، نورتي. خير ان شاء الله. من وين بده يجي الخير؟ ليش انتم بيجي من وراكم الخير؟ طولي بالك خلينا نفهم شو القصه. شو القصه يعني؟ اولادي تنفخت بطونهم من الجوع، وانا بقول اليوم بيزوقوا على حالهم بكره بيزوقوا على حالهم. ايه ما كنتوا تزوقوا؟ خلص ولا يهمك ديبك. انا شفت جمانة. شو؟ شوفي الله يرضى عليكي، شوفي عنا مونة بتقسميهم بالنص بيننا وبين بيت اخي فواز، وسبوني انتوا لهنيك. وانت؟ انا بتسوى شوية اغراض وبلحقكم. طيب فوت ساعدني بتنزيل الاغراض من على الرفوف. لا خلص مطي حالك شوي بتوصلي. ما بقدر مط حالي، ضاري عم يجعني. خدي سلوى تعاوني. سلوى قصيره. اوه امشي معي. حرام كون مخلف طوال مشان ارتاح. امشي. عن اذنك اختي. اذنك معك. الله يلعن الشيطان وساعده. ظلمنا للرجال. شبك سعيد؟ بطلت تفهم علي يعني؟ شلون ما عم بفهم عليكي؟ شو بدي اقسم بيني وبين وفاء؟ اقسمي كل شيء عنا بالنص. ليش بقيان عنا شيء ينقسم؟ كل القطرميزات عم تصفر. مو الصبح فطرنا زيتون ولبنه وما بعرف شو؟ بقيان بكل قطرميز قطعتين ثلاثة. طيب هاتي شو معك مصاري لروح اشتري لي كم غراض من الدكان. منين المصاري؟ مو حطيناهم كلهم بالمشروع تبعك؟ لازم تلاقي لنا حل. مو انت الرجال؟ ما بعرف. اتخذ قرار. طيب الاولاد وين؟ راحوا يحضروا المباراة. ممتاز ممتاز، خلاص انت فوتي لعند المخلوقة وانا بدبر مصاري. وين بدك تدبر؟ بدك تدين يعني؟ لك بعدين بقلك. انا سعيد، لا تخافي علي، ابن النايحة انا. لما حبيبتي لما. نعم. ونعم ترفسك على بطلك. لك شو فكرتيني انت؟ قاعد على بنك انا؟ بنك؟ لك انا ما صدقت انت خلص من اخي سعيد طلعتي لي انت؟ انا مره من حقي البس، ولا بدك يعني تبهدل قدام النسوان. لك لا حبيبتي، لا تبهدلي لا قدام النسوان ولا قدام رفقاتك، بس البسي على قد مستواكي، مو اعلى من مستواكي. مو اعلى من مستواي، هدول رفقاتي بالمدرسه. لك على راسي رفقاتك بالمدرسه، بلاهم زحلقيهم اقطعي لهم كرت. لكن سلميني مرهم معدبنا اياهم. بقطع علاقتي برفقاتي لانه ما عندي اواعي. شو الحل؟ اذا عندك حل ثاني قولي لي. في حل. شو هو؟ بشتغل. لا لا لما امرت منصور النايحه لا تعمل لا تشتغل. بلا نايحة بلا بطيخ، نحن اتفقنا ايام الخطبة اني اشتغل ولا ما اتفقنا؟ انت وافقت ولا ما وافقت؟ ماشي حبيبتي انا وافقت على انه تكون الوظيفة محترمة، ما
بس انتي مثل ما بتعرفي بهالايام ما في وظيفه محترمه، اذا مرتي ما بتشتغل، ما في شغل، خلصنا. يا منصور يا حبيبي، اذا توظفت ما بطلب منك ولا فرنك. انا ما عم اقول لك لا تطلبي، انا عم اقول لك ما معي، بس لو كان معي اطلبي قد ما بدك، بحتري. اذا ما بتقدر تامن لي بكل متطلباتي خليني اشتغل. ما في شغل يعني ما في شغل. بالالماني فير بروتين، واذا حكيت معك كثير كثير يعني من بكره بدور على شغل، شغل اضافي مشان امن لك كل مستلزماتك، فهمت ولا ما فهمتي؟ فير بروتين. منصور انا ما كنت فكرتك متخلف كل هالقد. انا متخلف؟ لا ما سطري. قول ليش زعلت؟ انا ما قصدي انك متخلف عقليا. وين راحه؟ لعند امي. لعند امك؟ لعند امك. شاطر 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 شاطر. شو مين ربح؟ الوحده ولا الكرامه؟ مو مبين علي؟ انت ما ببين عليك، ان كنت مبسوط ما ببين عليك، وان كنت زعلان ما ببين عليك، يعني انت مثل التمسيح. وضريب على هالتشبيه. وين اهلك؟ راحوا مشوار. هلا ما قلت لي من ربح؟ جماعتنا خسروا 2-0. انبسطتي؟ غشيم. جماعتنا لابسين بردقاني الوحدة. انت كل اسبوع بتروح على المباراة، وانا اول مرة بروح على المباراة، وانا قاعد عم غني مع جماعة الزرق بسببها. لك يا زكي، اللي بالازرق جماعتي انا، ما نحن اصلا من حمار. ايه بس انا من الشام، تعرفني عم غني مع جماعة الزرق. الجول الاول ما شفته، الجول الاول ما شفته، عيني على الجول الثاني بلل يا عيني بلل. انا بكره الزرق، شلون تتغني بتغني مع جماعته؟ ايه انا شو ذنبي علاء؟ تحيز لحمص. انا بحب حمص. ما بتتذكر وقت رحنا عندكم سبقونا بقية الفستق بديش؟ 25 بالشام بالشعلان بدي ب20 ورقة. ايه لانه الكيلو بكل العالم 5 واء الا بحمص 4 واء. ما صل اخوك بالسعر الجماعة، ما صل اخوك. والجول الاول ما شفته، الجول الاول ما شفته، عيني على الجول الثاني بلل يا عيني بلل. سلوى عملي لنا شاي. رامي على الاوضة. والجول الاول ما شفته، والجول الاول ما شفته، عيني على الجول الثاني بلل يا عيني بلل. اضرب منك لإله. سلوى ابوك منين موسع لهالسطمبه؟ عم اقول لحالي منين كل هالكرام؟ عم تغيف بعده كل يوم بوظه صار كله من جيبتي. لك عن شو عم تحكي؟ حسام فاتح لي المكموره واخذ كل المصاري. لك طول بالك علاء، طول بالك شوي. ما عاد في طولة بال يا ركبناها على الحمار ما تيجي على الخرج. علاء ابوك الوسخه تصير بهالبيت حطوها برقبتي. انا ما مدت ايدي على مكموره حدا. لكن مين؟ ما بعرف. طبعا ليش بحياتكم شفتوا حرامي بمد ايده وبيسرق وبيقول انا سرقت؟ انا اساسا ليش عم بسالك؟ طلع بالمصاري حسام. يطلع بالعك. لك انا طلعت من الغرفه قبلك، شلون بدي لحق اسرق؟ ورجعت قبلي. رجعت بس ما فت على الغرفه بنوب. فت شي سلوى؟ ما فات على الغرفه. بيكون فات بدون ما تشوفيه. طلع اطلع 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 اطلع. مش شو بدي اتاكد في حدا غيره ايده طويله بالبيت؟ ايده طويله. عيب عليك، عيب عليك سلوى. ايش بدك تعمل؟ سامحني. 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 لا بي، مو حسام اللي بعج المكبوره. تعرف حرامي ابي؟ مو حرامي هاد، مو حرامي. لك شو بتسميه هاد بابا؟ بمد ايده على مصاري غيره مو حرامي؟ بجوز رجل قلتي له احتاج شويه مصاري بس يتوفروا بيرجع لك ياهول. لو كان هيك بياخذ اذني او بيستسمحني، انا ما بقبل هيك ابدا. ها ابي، شفت على هالوقاحه؟ ما كنت هون لحتى يستسمح منك، يعني شو يعمل يعني؟ عمو رامي اهلك ما انشغل بالهم عليك، الله يرضى عليك.
لا عمو ما تخاف، انا معودهم على غيابي، ما رح ينشغل بالهم. ما بيصير، امك الا ما يكون مشغول بالها، بيضل قلب الام من هالناحيه قلب ام. ايه بعرف بعرف، بس انا معودها ما رح ينشغل بالها اكيد. جريج ومانا شعراته طوال مغطين على مخه، مخه ما عم يشوف الشمس، مصدي مخه ما عم يستوعب. فوت قدامي ده، هاد لاي شيء اخده معك. مسكين سلوى. امشي قدامي. ما كنت تفهم، ما بنفضح حالنا قدام العالم. احكي خش احكي، خلي كل العالم تعرف. لازم رامي ياخذ باله منه. طب ما حزه تفضحوا للرجال مشان 150 ليره وكذاب. وكذاب كمان. 150 ليره مو بس حرامي، كانوا 500 ليره. لك 150 عملنا شو؟ 500 منين جبت ال 500؟ صار لي سنه عم جمع فيهم مشان اللي بس. صار لي سنه عم جمع فيهم مشان اللي بس 500 ليره. على شو بدي احلف لك انه 150 ليره؟ كذاب، انا بعرفه انه كذاب. واحد كذاب. لك يا بني آدم ما كنت تفهم، أنا اللي أخذتهم، ما كان معي مصاري، احتجت المبلغ شو ساوي يعني وأنت مو هو. خليتني إلا شرشوح وقليل أدب ووقح وقليل ذوق. سامحني، يعني شو ساوي؟ أنا ما بدي حدا يعرف أسرارنا الداخلية، ما بدي حدا يحس إنه ما معي مصاري. بيت النايحة صندوق أسرار، ما بصير تطلع أسرار ولا برا. أبي؟ بزمتك. إيه. إيدي على رأسك، ما كانوا 500 ليرة؟ لك 150 عم قلك، شو عم بكذب عليك ولا؟ لا، بس ملكي حبيت ترجع بكلامك، في لك بالعادة. ما كانوا 500؟ لك 150، أنت بدك تشنني أنت؟ 150! من شو؟ من قصر دراكولا. لك انا ما بدي اياك تتفرج على افلام رعب، ما بدي الولد يجي مسرسب، بكفي الرعب اللي بده يشوفه بعد ما يولد بهالبلد. طب حط لي على القناه الثانيه، عم يحطوا اغنيه الحب الحقيقي. كمان ما بدي اياه يطلع معي، بدك تسمعيه بتسمعيه فهد بلان، بدي اياه يطلع رجال قدع شاطر شاطر شاطر. حاج تحكي على الولد، بس يصير في ولد بعمل مثل ما عم تحكي. شلون بس يصير ولد؟ مو على اساس اليوم رحتي لعند الدكتوره؟ رحت، ما في شيء. شلون ما في شيء؟ منصور روح انت على الدكتور بركي. لا لا انا ما فيني شيء، انا شاطر شاطر. هو بس يعني بالسنوات الاولى بيصير هيك شيء، ثبت علميا. كملي الفيلم بدك، كملي، انا رايح اقتل الناموس بالمطبخ. سهيل هلا بس يجي سعيد بنطالبه بالمصاري. ها طب ما اتفقنا على اساس ننتظره لحتى يقدر يحصل على القرض؟ بعرف انا مو مشان المصاري بدي اياك تطالبه. لكن مشان شو؟ مشان تضل عينه مكسوره قدامك. لك عيب يا افتكار، الرجال صديقنا، معقول نكسر له عينه؟ ما بيصير. بعرف بس انا كان فكري انه تطالع فرق فارس، يعني ما بدي اياك حبيبي تحس انه كل الناس مستوطيه حيطك وعم تتامر عليك وما لها شايفتك قدامها، يعني ما بدي اياك تحس انه انت مالك شخصيه. معلش اذا بتريني افتكار، عن جد هلا هيك نفر الدم لراسي، يعني انا بالنسبه لي ما بسترد شخصيتي الا اذا فشيت خلقي
بفارس حصرا ولا احد سوى فارس، مو سعيد، سعيد صديقي انا بحبه لانك سعيد. صباح الخير يا احلى عرسان. الله لا يصبحك الا بالخير. شو بالظاهر خلصتوا شهر العسل؟ لا ما خلصنا شهر العسل، بس قلنا لحالنا منجي لهون منداوم، منا منتسلى ومنا منفليك. يعني هلا بنقدر نزوركم، ما عاد فيها ازعاج. ما يا عيب الشوم يا سعيد، شو هالحكي؟ طبعا ما فيها ازعاج. بتعرفوا صار لازم نبارك لكم. لك اهلا وسهلا فيك، ايمت ما حبيت تيجي تبارك لنا، يعني يو ار موست ويلكم. هلا اسمعوني، نحن بيناتنا محلوله، ما في رسميات صح؟ طبعا ما في رسميات، شو هالحكي؟ بصراحة أنا عم فكر جيب لكم هدية، بس لحتى ما أجيب غرض ماله طعمة وما لكم بحاجته، يا ريت تقولوا لي شو لازم لكم لحتى أجيب لكم. يعني إحنا يعني نحن بصراحة ما لازمنا شيء، نحن لازمنا سلامتك بس، مجيتك لعنا لحالة. لا ما بقبل، بدكم تقولوا، لأنه رح جيب وجيب، خليني جيب غرض له طعمة. ما في داعي، مو بيناتنا سعيد. هلا لا تخلوني اندم لاني سالتكم، قولوا لي شو الغرض اللي لازمكم مشان جيبه، لا تعموا لي قلبي، الله يخليكم. يا حبيبي يا سعيد، افتكار نحن شو ناقصنا بالبيت؟ جيب مكواية، المكواية تبعنا باخر عمره. هلا شقفه مكواية تعتبر هديه زواج، الله يسامحك يا افتكار، خلي ثقتك فيي اكبر من هيك. قولوا لي طيب، عندكم غساله اوتوماتيك؟ طبعا عنا. شوف ايدي ما عاد غسلت. طيب مسجله دبل كاسيت عندكم؟ طبعا عنا. وعنا سي دي والريسيفر تبع ساتلايت، ركبنا عليه ابره سي مشان يطلع عليه السي ان ان والام بي سي وابو ظبي. فرن مايكروويف عنكم؟ فرن الميكروويف غالي، جيب لنا مكوايه بزياده. ولا يهمك افتكار، بتفتحي الميكروويف بتلاقي جواته مكوايه. الانسان اذا ما وقفوا معه اصدقائه هو عم ياسس، شلون بده يقدر ياسس؟ سعيد هيك يعني خجلتنا يعني، خلص والله ما في داعي، والله ما في داعي يا سعيد، خلص عم أثث عم أثث، شوي شوي من أثث ما في. اسمع سهيل، حاجة اللي في داعي وما في داعي، بكرة المساء شو عمكن؟ في شي افتكار؟ ما في شي. خلص لكان بكرة حسبوا حسابكم، جايكم وفد معه فرن ميكروويف وجواته مكواية بخار.